أعمال ما بقي من هذا الشهر. عن الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه قال: من صام 3 أيام من آخر شعبان ووصلها بشهر رمضان كتب الله تعالى له صيام 2 شهرين متتابعين. وعن أبي الصلت قال: دخلت على الإمام الرضا عليه السلام في آخر جمعة من شعبان فقال لي: إن شعبان قد مضى أكثره وهذا آخر جمعة فيه، فتدارك فيما بقي تقصيرك فيما مضى منه، وعليك بالإقبال على ما يعينك، وأكثر من الدعاء والاستغفار وتلاوة القرآن، وتب إلى الله من ذنوبك ليقبل شهر رمضان إليك وأنت مخلص لله عز وجل، ولا تدعن أمانة في عنقك إلا أديتها، ولا في قلبك حقدا على مؤمن إلا نزعته، ولا ذنبا أنت مرتكبه إلا أقلعت عنه. واتق الله وتوكل عليه في سرائرك وعلانيتك، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره، قد جعل الله لكل شيء قدرا. وأكثر من أن تقول فيما بقي من هذا الشهر: اللهم إن لم تكن غفرت لنا فيما مضى من شعبان فاغفر لنا فيما بقي منه، فإن الله تبارك وتعالى يعتق في هذا الشهر رقابا من النار لحرمة هذا الشهر.